الدولار الأمريكي يسجل تراجع جديد أمام الليرة السورية في السوق السوداء، والمصرف المركزي يوضح الإجراءات الخاصة لفتح الحسابات المصرفية واستقرار أسعار الذهب محليا بعد الارتفاع الكبير أمس. هذه هي عناوين أهم الأخبار والأحداث الاقتصادية في سوريا. للمتابعة كمل معايا، أنا حسين علي بتكلم في الذهب والدولار والعملات. في البداية ما ننساش نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ففيها الخير والبركة. ويلا بينا نبدأ. أهلا بيكم. تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الليرة السورية داخل تعاملات السوق السوداء اليوم الجمعة 5 يوليو 2024 بمقدار 200 ليرة، ويتحرك دولار السوق السوداء أمام الليرة السورية بين مستويات ال 14850 ليرة إلى 15250 ليرة. ووفقا للأسعار المعلنة فإن ال 100 دولار هتساوي 1,485,000 ليرة. وكان مصرف سوريا المركزي قد حدد سعر الدولار في نشرة المصارف والصرافة عند 13600 ليرة، وفي نشرة السوق الرسمية التي تصدر عن البنوك عند 12500 ليرة. وبالنسبة لأهم الأخبار في سوريا، المصرف المركزي يوضح الإجراءات الخاصة لفتح الحسابات المصرفية. وفي التفاصيل، أصدر مصرف سوريا المركزي توضيع على صفحته الرسمية على الإنترنت حول التعميم المتضمن توجيه المصارف العاملة بمجموعة من الضوابط الخاصة التي من شأنها تسهيل الإجراءات الخاصة بفتح الحسابات المصرفية للمواطنين. وقال المصرف المركزي: تبين وجود لغط في التعليمات لدى بعض فروع المصارف العاملة بخصوص الوثائق المطلوبة لفتح الحساب، من جهة مطالبة الأخوة المواطنين بإبراز بطاقات الدعم الحكومي عند طلب فتح الحساب المصرفي. وأضاف أنه تم توجيه المصارف المعنية لعدم طلب إبراز بطاقة الدعم من أي مواطن، حيث أن عملية فتح الحساب المصرفي متاحة لكافة المواطنين بغض النظر إن كان حامل بطاقة دعم أو لا. وتم التأكيد على الالتزام بالوثائق المطلوبة وفق التعليمات النافذة والمتمثلة بالهوية الشخصية فقط للمتعامل طالب فتح الحساب. وأكد المصرف المركزي أنه بإمكان المواطن الدخول على الموقع الإلكتروني للمصرف وإجراء الخطوات المطلوبة لفتح الحساب، ومن ثم مراجعة فرع المصرف المعني للتوقيع فقط وسداد المبلغ المترتب من رسوم وطوابع مع رصيد فتح الحساب واستلام ما يتعلق بالخدمات المرفقة بالحساب المصرفي الرغب المواطن في ذلك، بحيث يصبح هذا الحساب متاح لإنجاز كافة العمليات المطلوبة من قبل العميل. وذكرنا في حلقة أمس ما قاله الدكتور شفيق عربش أستاذ الاقتصاد بجامعة دمشق بأن التحول للدعم النقدي لن ينجح في القضاء على الفساد، وسيواجه صعوبات تنفيذية بسبب عدم توافر الفروع المصرفية في كل المناطق السورية. وقال إن حل أزمة معيشة المواطنين يكمن في شقين: أولهما إصلاح سياسة الرواتب ليحصل العامل على متطلبات المعيشية دون حاجة إلى الدعم، أما الثاني فيتعلق بالفقراء غير العاملين من خلال منحهم قروض صغيرة بدون فوائد ومساعدتهم على إطلاق مشاريعهم لتلبية احتياجاتهم من خلال عملهم وإنتاجهم. وفي النهاية نتمنى ضبط الأسعار والأسواق حتى يشعر المواطن بنوع من الراحة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والطاحنة. ورغم كل ما يعانيه المواطن من سوء في الحالة المعيشية، أجده لا يزال متمسك بآمال وأحلام عودة الحبيبة سوريا لما كانت عليه من قبل، الهلال الخصيب الذي يربط بين الشرق والغرب. وأقولها وأكررها في كل حلقة إن حييت: بلادك، حياتك وشرفك، إن بقيت بقيت أنت وذكرت، وإن فنيت وانكسرت تشردت أنت بين الدول. فالتاريخ إما أن يذكرك بأفعالك الوطنية المشرفة أو ينساك للأبد. وبالنسبة لأسعار صرف الدولار في عدد من المدن والمحافظات السورية خلال تعاملات اليوم الجمعة، سجل الدولار في دمشق 14950 ليرة مبيع و 14850 ليرة للشراء، وسجل الدولار في حلب 15000 ليرة مبيع و 14900 ليرة شراء، وسجل الدولار في إدلب 15200 ليرة مبيع و 15100 ليرة شراء، وسجل الدولار في اللاذقية طرطوس 14950 ليرة مبيع و 14850 ليرة شراء، وسجل الدولار في درعة 14950 ليرة مبيع و 14850 ليرة شراء، وسجل الدولار في حمص 15000 ليرة مبيع و 14900 ليرة شراء،
وسجل الدولار في عين العرب 15200 ليرة مبيع و 15100 ليرة شراء، وسجل الدولار في منبج 15200 ليرة مبيع و 15100 ليرة شراء، وسجل الدولار في الرقة 15200 ليرة مبيع و 15000 ليرة شراء، وسجل الدولار في دير الزور 15200 ليرة مبيع و 15100 ليرة شراء، وسجل الدولار في الحسكة القمشلي 15250 ليرة مبيع و 15150 ليرة شراء. أما فيما يتعلق بأسعار صرف عدد من العملات الأجنبية والعربية أمام الليرة السورية خلال تعاملات اليوم، سجلت سجل اليورو 16001 ليرة للبيع و 15888 ليرة للشراء، وسجل الدولار الكندي 10871 ليرة للبيع و 10789 ليرة للشراء، وسجل الجنيه الاسترليني 18892 ليرة للبيع و 18754 ليرة للشراء، وسجل الدولار الاسترالي 9956 ليرة للبيع و 9874 ليرة للشراء، وسجلت الليرة التركية 454 ليرة للبيع و 449 ليرة للشراء، وسجل الريال السعودي 3957 ليرة للبيع و 3927 ليرة للشراء، وسجل الدينار الكويتي 48545 ليرة للبيع و 48192 ليرة للشراء، وسجل الدرهم الإماراتي 4031 ليرة للبيع و 4001 ليرة للشراء، وسجل الريال القطري 4073 ليرة للبيع و 4042 ليرة للشراء، وسجل الدينار الأردني 20944 ليرة للبيع و 20795 ليرة للشراء، وسجل الدينار العراقي 11332 ليرة للبيع و 11256 ليرة للشراء، وسجل الجنيه المصري 308 ليرة للبيع و 304 ليرة للشراء. وبالنسبة لأسعار الذهب في الداخل السوري خلال تعاملات اليوم الجمعة، سجل جرام الذهب عيار 24 مليون و 128 ألف ليرة، وسجل جرام الذهب عيار 22 مليون و 37 ألف ليرة، وسجل جرام الذهب عيار 21 991 ألف ليرة، وسجل جرام الذهب عيار 18 850 ألف ليرة، وسجلت أونصة الذهب 2356 دولار فاصل 31 سنت، وسجلت ليرة الذهب 7,848,000 ليرة سورية اللي بتساوي 530 دولار فاصل 27 سنت، وسجلت أونصة الفضة 451,296 ليرة سورية اللي بتساوي 30 دولار فاصل 49 سنت، وسجل جرام الفضة في سوريا 14,511 ليرة. نكمل جولتنا لاستعراض أسعار صرف الدولار وعدد من العملات الأجنبية والعربية أمام الليرتين السورية واللبنانية، واللي وصلنا فيها لأسعار صرف الدولار في لبنان، واللي سجل في البنك المركزي اللبناني 15,000 ليرة، وما زالت أسعار صرف الدولار مستقرة في السوق السوداء في لبنان عند مستويات 89,650 ليرة للبيع و 89,350 ليرة للشراء. دي كانت جولتنا لاستعراض أسعار صرف الدولار وعدد من العملات الأجنبية والعربية أمام الليرتين السورية واللبنانية. لو وصلك الفيديو ما توقفوش عندك علشان غيرك يعرف الأسعار ويعرف تحديثاتها أول بأول. تابعني ودعمني، أنا حسين علي أقدم لك كل جديد في عالم الدولار وعالم الذهب. دمتم في أمان الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.